السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقابلنا اليوم مع صاحب العلامة التجارية اتش دي لوكس بريفيوم الأستاذ عبد الإله. نبغى صراحة نهنيك على المشاركات المميزة أو دخولك للمنطقة الشرقية. فوق ذلك نبغاك تكلمنا عن منتج فكرة معينة عن شركتكم للعطور وأيضا عن أحد المنتجات اللي دخلنا عليها بقوة في هذا المجال. حياك الله، تفضل. الله يحييك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكركم سناب الخبر على تغطيتكم الجميلة الرائعة هذه. إحنا طبعا في هوم اتش ديلوكس برفيوم نحاول إحنا نقدم للعميل ما هو أفضل في عالم العطور بجودة وبسعر يكون مميز. إحنا الآن عندنا منتج نزل الآن جديد في موسم الشتاء اللي هو هذا الباتشولي بوكيت. باتشولي بوكيت طبعا هو يعتبر من العطور جدا مميزة، فيه ريحة العنبر الطبيعي، فيه الباتشولي، فيه من الروائح الثقيلة. هو والمنتج الثاني هذا البيوريتي ديلوكس الأبيض، هذول المنتجين لسه توه الآن لها تقريبا حول شهر جايين معرض الظهران إكسبو وشاركنا فيه عشان نعرف العملاء على المنتجين الجديدة هذه. هذا أول شيء. ثاني شيء برضو إن إحنا نحب إن نبشرهم ان احنا فتحنا في الدمام ما شاء الله. اي قسم في اي احنا فتحنا في النخيل مول الدمام. ممتاز. اللي في الفيصليه من عند البوابه واحد على في الكرودور اللي على اليمين. حلو. هذا اول فرع في الشرقيه، وان شاء الله احنا نطلع ان احنا نفتح فروع اكثر في الشرقيه، لان اهل الشرقيه يستاهلون واهل ذوق، يعني يقدرون العطور اللي احنا نشتغل ونتعب فيها. طيب الله يعطيك العافيه. اول شيء نهنيك على المشروع. آمين. وزياده الفروعات عندك ان شاء الله والفروع. فوق ذلك ان شاء الله كل معرض نشوف عندك براند ومنتج منافس للسوق باذن الله. حاضرين. شكرا. شكرا لك. العفو لك، طال عمرك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من المعارض اللي زرناها اليوم المعرض العماني وهو باسم الذوق الرفيع. تقابلنا مع مدير الفرع الأستاذ إسحاق، وكان لنا يعني استفسار مهم وهو كيف أفرق بين اللبان الأصلي أو الذكري أو الذكر وبين اللبان اللي هو المقلد أو اللي غير معروف. ففضل الأستاذ إسحاق بتوضيح النقطة هذه. يا مرحبا والله فيك، معك إسحاق الشخصي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اللبان الذكر الحوجري، هو اللي يسميه الحوجري. نعم. طبعا هذا بمحافظة ظفار عندنا فقط. ظفار. ايوه نعم. وتشوف يتميز اللبان هو مايل للاخضرار اكثر. مايل للاخضرار. هذا نعم. نموذج. هي. انه يكون في ميلان للاخضرار. اي نعم. حلو. طيب وبعد تحصله فريش. هو لما تاخذ اول شيء نرحب فيك. الله يحييك ويسلمك. وثانيا نبارك لك رقم 18 وهو الاستراتيجية الجديدة عندكم في عالم او 18 سنة وانتم في مجال الطيب والعطور. الحمد لله، احنا من 18 سنة واحنا متخصصين في صناعة العطور الخاصة. اللهم لك الحمد، يعني في هذا المعرض والمعرض السابق قاعدين نحتفل باستراتيجية جديدة وفي التسويق وفي عطور يعني مميزة، ولله الحمد في المعارض كلها احنا قاعدين نتميز في كثير من منتجاتنا. نختار المكونات اللي نسويها في العطور نختارها بطريقة ذكية بحيث انه ما يكون من هذا المكون متكرر عند كل المتكرر عند الناس. هذا الجرين دايموند من العطور اللي اجتمعت فيه المكونات الجريئة من ضمنها اللبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في معرض روز التقينا مع الأستاذ عبد الرحمن أسبيعي خيوط الزعفران. حياك الله. الله يحييك. الله يحييكم، شرفتونا في محلكم. الله يعطيك العافية. الله يحييك. ما شاء الله التميز اللي نشوفه لكم خلال سنتين وخطوات يعني الواضحة جدا، وإن شاء الله الله يزيدكم ويبارك لكم في الأمور هذه. آمين. نبغى معلومة جوهرية، كيف الواحد يعرف بين الزعفران الأصلي والزعفران غير أصلي بصفة عامة؟ بشكل عام أول شيء الزعفران في عدة أنواع من الزعفران، الفرق بينهم في التنقية فقط، ما في شيء يعني يعني رديء جدا أو كذا، فرق بينهم في التنقية والتصفية. أفضل طريقة لمعرفة الزعفران الأصلي من الزعفران المغشوش، أول علامة علامة الرائحة، رائحة الزعفران رائحة جميلة. وأيضا إذا أخذنا من خيوط الزعفران ودقناها يكون فيها شيء من المرارة البسيطة، مرورة لذعة مرارة. مرورة بسيطة،
هذه علامة من الزعفران أصلي. المغشوش لا، ما تكون فيه هذه العلامات، ما في رائحة، وأيضا ما فيه مرارة مثل ما ذكرنا. أيضا إذا بللنا الزعفران بالماء الأصلي، بللناه بالماء وأخذناه وفركنا، الأصلي يبقى على وضعه الطبيعي. بالنسبة للمغشوش يذوب مثل ما يذوب الكريم. طيب، وعندك ما شاء الله عدة أحجام ونماذج، عندنا أنواع، عندنا أنواع متعددة، وبالمعرض هنا عندنا خصم خاص لزوار المعرض. حلو. نعم. كم الخصم؟ عندنا خصم 40% زوار المعرض، ولمتابعين سناب الخبر، لمتابعينكم اللي جينا من سناب الخبر خصم إضافي 10%، فيكون الخصم 50%. الله يعطيك العافية. الخصم مثل ما هو معلن 40% هنا، لكن إضافة 10%. الله يعطيك العافية. الله، شكرا لك. الله يحييكم، شرفتونا أنتم متابعينكم. الله حياك. الله، شكرا لك. الله يحييكم. يعطيه العافية الأستاذ عبد الرحمن السبيعي، هذا المقابلة. الله يحييكم.